اوكي داير اخوتي، كراكم مزيان بخير، امور هانيه. ايوا الصباح مشمش، 9 الصباح هادي فايق بكري، مشيت سوقت يوم السبت. ايوا غادي يسدو علينا عاوتاني الكونفينمون، عاود 10 كيلومتر ما تخرجش من الدار، ديستونس دو 10 كيلومتر ما خصكش تفوتها. ايوا رجعنا للكونفينمون، رجعنا الفيروس هذا. الله يدير شي خير، ما خلاناش كاع نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. دابا بارتيغ من مغدي عاود صافي الكونفينمون، دار اللي عنده شي شغل يقضي، اللي ما عندوش الدار الورقه. يسدو صحاب التجارة اللي ما اللي التجارات الغير الأساسية، التجارات الغير الأساسية بحال الباس بحال الآخر ما غادي يسدو. إيوا يبقاو حالين غير صحاب الماكلة، المكازات ديال الماكلة. إيوا تمشي إلا بغيتي تسوق خصك غير ما تفوتش 10 كيلومتر على الدار، يعني اللي ساكن بعيد وهداك الشي راه خصو يدير الورقة ويكتب بينا غادي يمشي تسوق، وخصو يثبت بانه راه واحد حاطين الورد عيد نهار 2 ديال هنا في فرنسا. ايوا راه هما كيوجدوا هما داك لوباك، ما عرفتي علاش عيد الوطني ديالهم ماش نخدموا نهار 2 ان شاء الله. ايوا مازال الحمد لله مازال ما داروش يعني تلقيح اجباري هنا في فرنسا، يعني دايرين غير الناس اللي كبار، دايرين الناس اللي كبار 75 سون يتلقحوا، اللي صغارين مازال ما تلقوا لهمش تلقيح. واخا التلقيح هذول كيخلع راه وقفوه راه شحال من واحد مات هنايا في اوروبا بداك التلقيح. ولكن الاغلبيه هذو اللي ماتوا عندهم اسباب، يعني كانت عندهم اسباب صحيه، يعني كان عندهم بحال القلب بحال الطونسيون بحال السكر، يعني ماشي ناس يعني بصحة جيدة اللي ماتوا. ولكن راه خطر، يعني كيدير التجلط، كيدير واحد التجلطة، كيدير تخثر الدم، كيدير واحد الجلطات دماغية. يعني الناس اللي داروا التلقيح الله يكون في عوانهم. والمشكلة الكبيرة ديال التلقيح هذا دابا هو بزاف ديال الناس داروه، يعني بدون ما يتسناو يشوفوا بعدا شنو وقع. انا بعدا ما نديرش تلقاح حتى تشوف شنو وقع دوك الناس اللي داروه شنو وقع فيهم، حيت دابا راه بداو كيبانوا شي اعراض في شكل. قال لك دابا الناس اللي داروا التلقيح ما خصهمش يعطيو الدم، دابا هادشي اللي كنشوف انا راه في شكل. قال لك الناس اللي داروا التلقيح ما يعطيوش الدم، الناس اللي داروا التلقيح ما خصهمش يولدوا دابا، يعني ما تحاولش تولد دابا الاولاد حتى عنده شي تاثير. كيمشي داكشي داك التطعيم اللي داروه ماشي هو اللقاح، التطعيم كيبقى في الدم وكيمشي كيتنقل عن طريق الدم. يعني قريت واحد الارتيكل فشكال، يعني ولي زابورات وهاد لي لابوراتوار هادو اللي داروا هاد التلقيح داروا واحد ملي كيبيعوا لك التلقيح كتسنى على واحد الورقه انك ما تتبعهمش قضائيا الا وقعت لك شي حاجه، يعني
يعني في شكل هذا العجب هذا شنو بغاو يديروا ما نعرف. يعني دابا بحال دابا الا شريتي عليهم التلقيح بحال فرنسا دابا شريت التلقيح على فايزر ولا موديرنا ولا هذه ديال مثلا كاين فايزر هو اللي كيدير هنا وموديرنا ديال امريكان وديال بريطانيا بريطانيا والمانيا هادو هما اللي كيتمشاو بزاف اللي كيديروا هنا في اوروبا. مي كتسني واحد الورقه كومكوم ما تتبعهمش قضائيا الا وقعت لك شي حاجه. يعني هادو اللي ماتوا هزهم على عينهم عجاجه. يعني اللي ماتوا ما تتبعش قضائيا لابوراتوار مي تتبع الدوله ديالك اللي لقحاتك. يعني انا هادشي بان ليا فشكال. انا بعدا ما درتش التلقيح واخا يعرضوا عليا فابور واخا يفرضوه. الا قالوا لي زعما خصك دير التلقيح عاد تمشي للمغرب ما انا ما نمشيش اخويا للمغرب اش ندير انا في المغرب كس هنايا باش انا نلقحوك وداك العجم اللي ما عارف كاع مناش مصنع. كاين انا كنبقى معجب كاينين امراض سنين وسنين ما لقاو لهمش الدواء سنين. مرض هاد الاخر في ظرف 8 شهور لقاو له الدواء لقاو داك يلقحو عباد الله. كاينين غير مثلا لا غريب حد الان ما عندهاش الدواء. الكحه حد الان ما عندهاش الدواء. امراض السيدة الله يحفظ ما عاد لقاو لهاش الدواء. السيدة هي ما يطير ما لقاش الدواء. السيدة فشكل التلقيح هذا داز دغيا زربوا على عباد الله كيلقحوهم لا لقينا. وشكون اللي لقى التلقيح؟ غير الدول اللي عندها الاقتصاد صحيح. امريكا ها بريطانيا ها المانيا ها الصين ها روسيا هاد الدول اللي داخله في فهمتي لي غروند بويسونس مونديال. مش كاهل انا كنبقى غير كنشوف هاد العجب هذا ما فهمت حتى حاجه. كيف ما قلت لكم دابا في الدول الاوروبيه قرروا يديروا واحد الباسبور فاكسينال. هاد الباسبور فاكسينال الا بغيتي تبقى دابا تنقل بين الدول الاوروبيه ضروري خصك هاد الباسبور. مشكلة خصك يعني تلقح. يعني لا بغيتي دابا الا ما بغيتيش تلقح بالخاطر يلقحوك بالسيف. الا ما بغيتيش تلقح بالخاطر تلقح بالسيف. يعني النهار انت تبي تسافر تمشي لشي دولة ولا تبي تمشي للمغرب ولا كدا يعني غادي ضروري تدوز عندهم تلقح. هذا هو يعني انا يعني الحاجة دابا اللي مرونة ليا العقل. يعني انا كنسافر بزاف كنخرج بزاف كندور بزاف. دابا انا غير باش كنتنقل بين البلدان انا كنخلي تقت هنا في فرنسا دابا. مي دابا الى فرضوها يعني غير من الجهه للجهه الى بغيتي تنقل خصك. وزاد قالنا حتى دابا المدير قالنا راه يمكن غادي يفرضوا على حتى الشركات يلقحوا الخدامه اللي كيمشيو للديور. بحالاش دابا حنا كنمشيو بزاف كنركبوا الكونتورات في الديور ديال عباد الله وكاين عندنا الكونتاكت بزاف مع عباد الله. وقالوا لنا يعني راه غادي يعني الناس دابا الا كانوا ملقحين حتى حنا اجباري خصنا نكونوا ملقحين سينو غادي نقلوا لهم المرض. دابا وبزاف ديال دابا حنا في الشركه الله واحد ولا جوج اللي ملقحين اللي داروا التلقيح. وواحد الشاف ديالي انا راه ديجا كانت دازت فيه كورونا راه برا قال لي هو حتى هو قالها لي قال لي راه عاديه كدوز عاديه كورونا. قال لي احسن لك ما تمشي تلقح. دابا هاد الناس هادو اللي دازت فيهم وبرا ما عرفتش واش غادي حتى هما خصهم يديروا تلقيح ولا صافي دازهم الحال ما عادش يتلقحوا. يعني هادو اسئله انا كنقلب لهم على الجو. يعني انا كنت كونتاكت مع واحد دازت فيه كورونا الحمد لله ما كاين والو. ولكن المشكل هو الا كان كما قلت لكم الا ولا اجباري يعني كلشي يتلقح بالسيف عليك. فرنسا راه دابا ما شحال من مليون ديال الجرعه جابت. الدول الكبيره راهم يعني عندهم وسائل ديالهم خاصه باش كيجيبوا التلقيح. يعني ماشي بحال الدول بزاف بحال المغرب بحال الجزائر بحال تونس كيتقاتلوا باش يجيبوا التلقيح. فرنسا تليفون واحد التلقيح جات لها اكثر من 50 مليون جرعه في حين بزاف ديال الدول ما قدرش يجيبوا حتى 5 مليون جرعه. باش تعرفوا القوه يعني ملي كتكون واحد البويسونس مونديال كتكون عندك واحد لا بويسونس كتكون مؤثر.
فرنسا من الدول المؤثره في العالم، يعني مجهده على بزاف ديال الدول. وعاد راه دابا راه فرنسا طاحت، راه مع هاد الرؤساء اللي بداو كيشدوها وهداك الشيء نقصات، راه كانت مؤثره بزاف دول مجلس الامن، داخله في مجلس الامن، داخله في النيتو، داخله في الفيتو، داخله في جميع الاخر، داخله في هذاك الجي 8 عاوتاني اقوى دول في العالم. يعني دول مؤثره، يعني هاد الدول المؤثره هادو راه غير تليفون واحد كيجيبوا اللي بغاو، ماشي بحال الدول الفقيره، الدول العالم الثالث يعني كيعانيو، يعانيو في التلقيح، يعانيو في كل شيء. خصك تشد النوبه، خصك دير لك لا كوموند، ما عرفتش من فوقاش وانت كدير لا كوموند، كتبقى تسنى تجيك. هادشي كيبين بان الدول ديالنا ما خدموش بلادهم، ما خدموش، ما عندنا شي اساس، ما عندنا شي حاجه، ما عندنا شي زعما شي تاثير عالمي. مازال المغرب عنده شي شويه ديال العلماء اللي خدامين في ليترونجي يقدروا يساعدوا المغرب باش يعني يحصل على التلقيح، في حين بزاف ديال الدول انتم كتعرفوهم يعني ما قدروش يلقحوا الشعب ديالهم، وخلاو يعني بان ضعف. بغيت نصرح نقول لكم بان ضعف ديال بزاف ديال الدول، بان عدم التسيير، بان بزاف ديال لي فاي، الدول كاملين بان فيهم لي فاي، حتى فرنسا بان فيها. فرنسا حتى هي يعني ما بغاو يشرو، كانوا يعني لي ماسك ما لقاوش لي ماسك عباد الله، ما لقاوش الجيل هيدرو الكوليك ما لقاوش الناس. علاش دابا شحال واحد كيقول لك لا هادوك دابا شوف الشركات اللي كانوا كيصنعوا هذا الشيء كانوا كيصنعوا واحد الكميه محدوده، بحال دابا لي ماسك الا كيصنعوا لك 2 مليون 3 فين يمشيو؟ فين غادي هاد الشركات هادو فين يبيع؟ من هيبيعوهم؟ شكون يشد عليهم؟ كتلقى فرماسيان قدو قداش عنده واحد 50 100 حبه في الفرماسيان، واش هو غادي يعمر الفرماسيان كامل باللي ماسك؟ راه ماشي لوجيك. ولكن ملي وقعت الازمه راه حركوا الشركات، يعني كانوا دول بحال دابا المغرب. المغرب هو يعني بلد عنده النسيج، فرنسا ماشي بلد نسيج، ما عندهاش نسيج، عندها هي الصناعه الثقيله. بحال المغرب دغيا صنع الكمامات، مادوك الكوار المغرب تفوق على اوروبا، والمغرب كيصنع اش كتصنع، راه المغرب تواتت مع الظروف، حيت حنا اصلا كنصدروا النسيج والكمامات عندهم علاقه بالنسيج، ماكينه الخياطه. هذا هو يعني لافونتاج اللي كان عند المغرب، كان عندك الماكينات باش تصنع الاخر. هنايا فرنسا كاين معمل واحد اللي كيصنع الكمامات، مختص في صناعه الكمامات. حنا في المغرب راه ما عندناش مختصين، راه غير معامل ديال النسيج تحولوا للصناعه ديال الكمامات، حيت لقاو عليهم الطلب. يعني راه وقفوا بحال هذوك اللي كيصنعوا دابا الجين وكذا في المغرب، وقفوا الصناعه ديال الجين وقلبوها لصناعه الكمامات. راه باش تعرفوا هذه المعلومه هذه، راه ماشي حنا اخترعنا شي حاجه ولا اخترعنا، راه الماكينات اصلا ديال النسيج اللي عندنا حنا كنخدموا بهم في المغرب راه كيجي من اوروبا. راه ما نغطوش الشمس بالغربه، انا كنقول لكم ديما، انا كتجيكم نيشان كنشرح لكم الامور كيفاش غادر، باش بنادم جالس كيقول لك واه حنا راه حنا راه والو، حنا صنعوه في المغرب جي بورن ديال الغوشارش ديال لي فواتور الكتريك، هاد القيامة صنعنا وراه انا في فرنسا راه كنركبوهم من قرن وزمر، انا راه كنركبوهم كنحطوهم، راه عندي فيديو راه انا صورته لكم غتشوفوه. لي بورن الكتريك راه ماشي شي حاجة، راه الناس راه فين وصلوا، راه الناس كيصنعوا الطوموبيل اللي كتشارجا، يعني انت كتصنع صنعتي الشارجور، الناس راه كيصنعوا الطوموبيل اللي كتشارجا، ماشي انجاز. انا انجاز، انا كنفرح انا ملي نشوف سياره محليه الصنع، طياره محليه الصنع، تما كنعرف بان البلاد غاده مزيان وكذا. حنا كنديروا راسنا الشوه، يعني راه ديجا بورن الكتريك راه محطوطين في اوروبا، راه اللي عايش في اوروبا راه عارفين، راه الناس ديجا كيشارجيو الطوموبيلات، ديجا خدامين بداك الشيء. حنايا المهم الشوه الاعلاميه هي هذيك الشوه الاعلاميه. المهم هذه هي النظر ديالي انا في الامور، كنعطيكم الامور النظر ديالي في النظريه ديالي في هذا. هو فرنسا صافي منين ولات هي محتاجه يعني
لي ماسك بدات كتصنع. دابا راه حنا الماسكات كيصيفطوهم لنا، وتخيلوا ان لي ماسك تيديروهم لك في لا بواط ليتر كيجيوك حتى للدار، كيصيفطوك 10 15 ديال لي ماسك. دابا انا راه ما كنشريش لي ماسك. انا راه منين بدا بان المرض عمري مشيت شريت الماسكات هنا في فرنسا، ديما كيصيفطوهم لنا للدار، ولا الشركه فاش خدام كتعطيني لي ماسك. شوف على ديكور تبارك الله. شوف يعني راه باش تعرفوا راه كان نهار اليامات الاولين فين بان المرض، كانت يعني كان عندهم مشكله يعني توفير لي ماسك، ومع ذلك جابوهم وكيفرقوهم بالسميه والكنيه. يعني كتمشي تدي لاكارت وكدير حاله مدنيه، كتديها للاميري فاش كتسكن وتعطوك لي ماسك. يعني راه ماشي زعما نقول لك راه كان واحد الخصاص ولا غير، كان يعني مقنن. من بعد منين بداو كيصنعوا كذا صافي تلقوا اللعب ولاو كيصرطوهم للدار. والشركات انا الشركات كون نهار اثنين كتعطينا باكيه ديال الشركه فاش خدام انا كل يوم اثنين كتعطينا باكيه ديال الماسك، وكتعطينا الجيل، وكيعطيونا باكيه ديال الماء. هادو ثلاثه د الحوايج كيعطيونا كل نهار اثنين. يعني راه كاين القوام الصراحه. يعني حنا ما كنكبروا كنفخوا النفخه الاعلاميه عندنا في البلاد، النفخه الاعلاميه عندنا. انا كنت في المغرب كنمشي نشريهم فرماسيين، خاصك تمشي تشريهم. يلا شنو انا باش نفعتني انا؟ كيقول لك لي ماسك غاليين في اوروبا، كيعطيو منا فابور. اش منا غاليين؟ ما غاليينش، كيعطيو منا فابور. انا قلت لكم حد الان راه عندي لي ماسك غير مزلعين في الطوموبيل، ما عمري شريتهم. وعندي عندي عاد هذوك او بي بي 22 يمكن، عاد هذوك الماركات اللي كدير 4 اورو للحبه، 4 اورو للحبه. واش ما عرفتش، ما نكذبش عليكم، ما بغيتش نقول لكم شي حاجه. الاي بلاتي لا شوفو كاف سي 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 تي تروف ان ماسك سي ريغارد دو شي با او جي مي لي ماسك لا لي ميكرو كوم سا تي لا با في. هادوك اللي ماسك هادوك 4 اورو الحبه، الا مشيتي للفرماسي 4 اورو كدير. خلينا من هذاك ديال 0.50 سنتيم ولا شنو هذاك، راه ما كاينش حتى لعب هذاك. هما هادو بلاتي اتو دونك جو في لو فيراج غادي لو فيراج كوم ايلي ديجا. لقيت واحد هادو راه 4 اورو كيديروا ماقدرتش نصور لكم، راه كنسوق في الفيراجات. واي سي بون ماشي هادوك يعني كاليتي زوينه و بلو سيكوريزي في هادشي كي يعني. وخصك تلبسو نهار يعني جوج، كتلبس جوج ديال لي ماسك في نهار واحد، كتلبس واحد في الصباح واحد في العشيه. ممنوع انك تبقى بالماسك النهار كامل، يعني كتلبسو كتحيدو تتلحو تعاود تجيب واحد اخر. يعني الامور هكذا. انا كان يعني انا بعدا كرأي شخصي الى التلقيح الى كان اجباري يعني ما صافي ما عندي حتى شي حل، ما نعرفش والله ما عارف. مازال ما عرفتش، ما نكذبش عليكم، انا المهم ضد عملية التلقيح، ضد التلقيح. مي لازم يعني ما لقيت شي حل، ما نعرفش. يعني الا بغيت نمشي للمغرب وكان اجباري ما نعرف. مي انا ضد هاد التخربيق هذا كامل. انا كنت في زون غوج، عاد كنت في زون غوج عايش فيها، يعني كنمشي نخدم فيها الحمد لله. ما زعما ما عمر لقيت شي حاجه زون غوج، يعني كلشي مريض. كنت
مشيت عاد انا كنخدم في الطيور، كنمشي كنركب الكونتورات كندير لي برونشمون ديال الطيور، يعني راه كتلاقى مع الناس واغلبية الوقت كنحيد الماسك باش نقدر نخدم، حيت راه كنتخنق. انا اصلا في حساسية كنتخنق، كيخنقني الماسك تنبدا نخدم عند شي واحد. ياك تشوفوا ملي كدير مجهود عضلي الماسك كتبغي تنفس، والماسك ما كيخليكش تنفس مزيان، كنولي مجبر انا نحيد الماسك. يعني الخطر واحد الخطر فاش رحنا راه ربي اللي عاد، مي راه الا ما خدمتيش عاود راه ما كاين ما تاكل، واش غادي تاكل؟ شكون اللي يعقل عليك؟ كاينش اللي يعقل عليك. الله يجينا ويجيكم، والله يسهل الامور للجميع، وكنتمنى ان شاء الله يدوز هذا المرض هذا ويترفع علينا هذا الوباء هذا باش ترجع الحياه العاديه ان شاء الله. حيت اش غادي نقول لكم، انتم كتشوفوا دابا حنا نرجعوا للكوفين وعاود، يعني 10 كيلومتر ما تفوتهاش، يعني السبت والحد فين كتمشي تشوف صحابك تخرج وهذاك الشيء، دابا خصك تجلس في الدار. يعني وغادي تلقاو لي كونترول بزاف، الرئيس قال لهم ديروا لي كونترول، حيت انايا فرنسا مرخيه الصراحه، والله الا مرخيه. البوليس ديالها ما كيبغيش يخدموا، ما كاينينش. انا هادشي اللي داز الكوفين كامل شدوني جوج مرات، شدوني مره في باريس وما عنديش عاد لاتيستاسيون، كنت درتها في التليفون، كنت انا وصاحبي، مي بقيت كنهضر معاه وكنقول له ما ودي راني درتها وكذا منا راني ها شنو راه ديما كنديرها، بقيت كنهضر معاه. قالوا لي ساعة غادي نديروا لك غرامه، الساعه ما داروا ليش الغرامه مساكين، والله العظيم باش نقول لكم اش كاين. داروا صاحبي، كنت انا وصاحبي، صاحبي دار الغرامه، سردوا له الغرامه للدار 135 يورو يخلصها، وانا ما صيفطوليش. حتى انا منين وقع المشكل هضرت معاهم بادب، قلت لهم ودي راه شنو وقع لي شنو وقع لي، قلت راه شنو الاخر راه كنديرها في التليفون راه مشى تمحات ولا ما نعرفت. صاحبي جلس كيتجبد عليهم شي شويه تمايا، قلت له سردوها له للدار. يعني باش كنقول لكم انا ديما احترم القوانين، نهضروا بادب. شحال مره انا شدوني، شحال مره شدوني البوليس، كيشدوني في الاخر ماشي زعما راه كيطبقوا القانون الصراحه، وراه كطيح في ولاد الناس، كطيح في بوليس عرب كتكون معاهم بوليس عرب، كطيح في بوليس اجانب، يعني بوليس الاصول اجنبيه، راه ماشي كاع البوليس دو فرنسا راهم دي فرونسي دي فرونسي دو سوش كما كنقولوا، راه كما وكطيح فيهم، كطيح في الفرنساويات، اغلبيه البوليسيات الفرنساويات هضر معاها بالادب تقتلها، عرفتي ملي كتهضر مع البوليسي ولا البوليسيه بالادب تتقتلو، كيقول لك عطيني وريقه تتعطي له، كيقول لك خرج بالطوموبيل تتخرج، كيقول لك رجع للور رجع للور، درتي درت درت، ماشي تخرج فيه العينين. راه كما كيقولوا راه البوليس العصا ديالو طويله، راه ما انت ما زعما الا تنفختي على البوليسي ولا تجبدتي عليه واش غادي تغلبو؟ راه ما غاديش تغلبو، هو راه يغلبك، هو راه شاد الماكينه في يديه، يدير لك طق طق يضربك بروسي ديال 300 يورو ولا 400 يورو ولا سير خلص، وما تخلصها وبالسيف عليك، ما خلصتيهاش كتبقى تجمع عليك، تتجمع تتجمع كتوصل عليك واحد 1000 يورو ولا 900 يورو ولا وشنو كيديروا لك؟ مين كيعرفوك فيك الغنانه ماشي زعما توصل ديك غرامه ديال 150 يورو ويسرد ويهزوها لك من الكونت، لا اش كيديروا لك؟ تيخليوها تجمع، كيقول لك انت مغنان اجي نوريك الغنانه، كيخليوها تجمع عليك عمدا، كتجمع تجمع تجمع توصل ديك 900 يورو 1000 يورو وينزلوك على الكونت ديال لابون بوم ويطيروها لك من الحساب. يلاه سير شكي من هاد الشكي، الدوله اللي داتها لك، شحال واحد دار والو كان كيحسب على راسو مطور ما كيبغيش يخلص، شحال واحد مسكين. شوف هو كاع جون هو كاع لو جون سي بيتي هو كاع دي فيو هو كاع لا ميم با دوزون تافي سي بور سا موا جيتي دي فير كاع دو جون فو فير كاف الفوك واي واي الفوك جو ماريت ايسي j'ai la poste là. Ah ouais, ouais. Je passe par là. يعني خوتي خذوا هذا الشيء اللي كنقول لكم يعني عن جديه، لحقاش راه ما تقدروش البوليس
البوليس راه ما يقتلهم غير اللي خلقهم، يعني راه ديما انت اللي خاسر. تحياتي اخوتي الاعزاز، وكنتمنى يعني هذا الموضوع هذا غير بغيت نهضر معكم فيه. تحياتي ومع السلامه، والله يدير شتاوي الخير اخوتي، الله يدير شتاوي الخير. يلا مع السلامه.